ثلاث وصفات بسيطة جدا للتخلص من الكحة والسعال بأسهل وأبسط الطرق في البيت نقدر نعملها بإذن الله، الإضافة اللي هي بتساعد على الوقاية من الفيروسات وبتقوي المناعة بدرجة كبيرة. ثلاث وصفات بسيطة جدا وسهلة بإذن الله نقدر نطبقها في البيت وهنلاقي تحسن كبير في الكحة والسعال. لو عايز تعرف الوصفات دي بإذن الله وإزاي أقدر أعملها والجرعة بتاعتها بإذن الله تابع معانا الفيديو الاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وعافيه. فيديو جديد من فيديوهاتنا المهمه جدا اللي ساعتنا هتكلم فيها عن مشكله الكحه والسعال بثلاث وصفات باذن الله هتساعدنا باذن الله على التخلص من الكحه. ولو حبينا نتكلم عن تعريف الكحه او السعال، هو رد فعل طبيعي للجسم للتخلص من تهيج اصاب مجرى الجهاز التنفس. يبدا الجسم يحصل له مشكله الكحه والسعال عشان يتخلص من المشكله اللي اصابته في مجرى التنفس والتهيج اللي حصل له. ولو اتكلمنا عن اسباب الكحه واشهر الاسباب منها تعرض الجسم لفيروس او بكتيريا، فيروس زي الانفلونزا ومشكله البرد، ممكن كمان مشكله زي التهاب الجيوب الانفيه او مشكله في الرئتين، التهاب في الرئتين، او مشكله زي ارتجاع المريء، وكمان حاجه مهمه جدا التدخين والناس اللي بيدخنوا. ولو اتكلمنا عن انواع الكحه او السعال، منها الكحه الجافه اللي هي بدون بلغم، ومنها الكحه مصاحبه بالبلغم او الكحه الرطبه او السعال الرطب. الاعراض اللي ممكن تظهر على الشخص المصاب بالسعال او الكحه، ممكن يحصل ارتفاع في درجة الحرارة، وممكن يحصل له ألم في منطقة الصدر أو منطقة البطن نتيجة الكحة المستمرة، ممكن كمان يحصل له خروج الكحة مصاحبة ببلغم، لازم يكشف عن طبيب مختص، طبيب خاص بالأمراض الصدرية، ممكن يحصل خروج النفس أو عملية الزفير مصاحبة بصوت. أول وصفة مهمة جدا عشان نقلل الكحة والسعال هو استخدام عسل النحل النقي الخام بدون أي إضافات ولا بدون أي سكريات ولا مواد حافظة. عسل النحل الخام من الحاجات المهمة جدا اللي بتعالج الكحة والسعال وأسرع وقت بإذن الله. غنى العسل بمضادات الأكسدة اللي هي ليها دور كبير جدا في تقليل الالتهابات وعلاج الكحة وطرد البلغم. العسل ليه دور مهم جدا، وغناه فيتامين سي كمان بيرفع من معدل جهاز المناعة، بيقوي المناعة في الجسم، تحمينا من البكتيريا والفيروسات والأمراض، تقلل الكحة. مهم جدا نبدأ نستعمل العسل، وليه طرق كتيرة جدا أقدر استعملها. أول طريقة ممكن أحطه على كوباية مية دافية وأشربه الصبح أو بالليل، ممكن أضيف عليهم برضو ليمونة معصورة وبشربها برضو مع العسل وكوباية المية الدافية، ممكن أشربه برضو بمعلقة الصبح ومعلقة بالليل عسل نحل خام بدون أي إضافات. كمان ممكن أضيفه على المشروب العشبيه زي مشروب الزنجبيل وزي مشروب القرفه او القرنفل او الكركم. فالتانيه المهمه جدا لعلاج الكحه هي استخدام الزعتر، ممكن اجيبه بصوره مجففه او الزعتر الاخضر. الزعتر ليه دور كبير جدا في علاج الكحه والسعال، وبقال كمان من مشاكل الجهاز التنفسي، ساعد كمان على توسيع الشعب الهوائيه بدرجه كبيره جدا، يحسن التنفس وبيقلل كمان المخاط والبلغم المصاحب للكحه. فبنبدا نستخدم الزعتر يا اما بطريقتين، بنجيبه مجفف بنغليه على النار، بعد ما بيغلي بنحطه في كوبايه، وبعد ما الكوبايه تدفى نشربه مره الصبح ومره بالليل، او نجيبه برده بصوره خضراء اوراق الزعتر الاخضر، اجيبها وبغسلها كويس وبغليها على النار، وبعد كده بصفيها في كوبايه وبشربها. ممكن ازيد فوائدها برده، اللي انا ممكن اضيف عليها بعد ما بتدفى اعصر عليها ليمونه، وممكن كمان اضيف عليها معلقه عسل نحل. كده يبقى انا استفدت من الزعتر بصوره كامله باذن الله في تقليل الكحه. الوصفه الثالثه لعلاج الكحه هي استخدام الزنجبيل، والزنجبيل له دور كبير جدا وفوائد هامه لعلاج الكحه والسعال والبلغم المصاحب ليهم، غير مضادات الاكسده اللي بتساعد على تقليل التهابات الجهاز التنفسي، موسع جيد للشعب الهوائية، مقوي للمناعة، كنز من كنوز الصحة الزنجبيل. بس بنجيبه الفرش من الزنجبيل اللي هو الطازج، بنقشره كويس، وبعد ما بنغسله ونبدأ نقشره بنقطعه قطع صغيرة، نغليه في المية على النار، وبعد ما بيغلي بنبدأ نصفيه، بعد كده بنبدأ نحط عليه بعد ما يدفى، ممكن نحط عليه عصير ليمون، ممكن نحط عليه معلقة عسل، وبعد كده بشربه مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل عليه الخلطة دي، أو ممكن أشربه لوحده. بإذن الله كل واحد جرب الثلاث وصفات دي هتجيب معاه نتيجة كبيرة جدا في تقليل الكحة والسعال والبلغم المصاحب ليهم. كده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى عن اقوى ثلاث وصفات باذن الله هتساعدكم على التخلص من الكحه والسعال وطرد البلغم باذن الله. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وعافيه. كنت معاكم دكتور احمد مكاوي، دكتور العلاج الطبيعي والتغذيه. ما تنساش تفعل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد واشعار بكل حلقه، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر ويوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل شير عشان اكبر عدد من الناس يشوف الحلقه ويستفيد. باذن الله القاكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا المهمه جدا لصحتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.